يا أهلا وسهلا فيكم متابعينا، ويتجدد لقائي معكم اليوم من البيت الزجاجي لسيدتي. وضيفتنا لهذا اليوم هي كاتبة وحاصلة على بكالوريوس في إدارة الأعمال، لها العديد من المقالات في عدد من المجلات العربية. إنها الكاتبة المهتمة بالفلسفة مها الأحمد. رح نتعرف على تفاصيل كثيرة في حياتها المهنية وأيضاً تجاربها أو تجربتها في هذا المجال. يا أهلا وسهلا فيك مها. أهلا وسهلا فيك، نورتينا. وأنا صراحة سعيدة جدا أني أتواجد معكم. سيدتي لها بالقلب حب كبير بصراحة. أكيد، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. مها، ودي تعرفين المتابعين عليك أكثر. كيف بتعرفينهم على مها الأحمد؟ إيش بتقولي؟ مها الأحمد كاتبة، أعمل بالمجال الخيري القطاع الثالث في مجال التطوير والتميز المؤسسي، وأيضا بالاستشارات خاصة التسويقية في القطاع الخاص. الكتابة بالنسبة لي هواية من صغري، والآن أصبحت مع أنها هواية أيضا صارت رسالة. يعني أنا من خلال كتاباتي بحاول دائما أني أنشر الإيجابية، أطلع للمواضيع وحاول ركز على الإيجابي حتى بمشاكلنا وقضايانا اليومية اللي بنعيشها. طب مها، أنت تحبين الفلسفة في الكتابة؟ إحنا دائما نقول هذا إنسان يتفلسف علينا في الكلام يعني، بس فلسفة في الكتابة إيش يعني؟ كيف ممكن تتفلسفي بالكتابة؟ الأغلب أو الكتابة بالنسبة إلي أنا كمها، ما بحاول أني أطلع على الموضوع بتعريفه أو بمعناه الحقيقي، بحاول أني أتعمق فيه، شوف الأسباب اللي خلف السبب الرئيسي اللي كلنا أو المشكلة الرئيسية اللي إحنا بنشوفها. بحاول أني ما صنف بين الخير والشر، الأبيض والأسود، الشخص السيء الشخص الجيد. بحاول أني أطلع على المنظور العام لمشاكلنا، لطريقة تعاملنا. طيب، خلينا نتعمق أكثر معك دام أنك أنت بتتعمق بالمقالات أيضا، ونحكي إيش أكثر القضايا المجتمعية اللي أنت بتحاولي تطرحيها من خلال مقالاتك هذه؟ بحاول أطرح المشاكل أو المواقف اليومية اللي إحنا بنمر فيها، طبيعة الإنسان، أفعاله، ردود أفعاله، طبعاً بدون ما ميز، بدون ما أشر أو ركز على الأفعال السيئة وأعمل فوكس عليها، ولا الأفعال الحسنة وأعمل فوكس عليها. بحاول أتعامل مع الطبيعة البشرية كأشخاص عاديين، ممكن نغلط، ممكن نصيب ببعض المواقف. وبتطرحي رأيك في هالمقالة؟ صحيح صحيح. طيب، لك ما شاء الله مقالات في عدد من المجلات العربية، كيف تلاقي الإقبال عليها؟ لا سيما الآن، يعني الآن احنا في عصر السوشيال ميديا، كيف بتلاقي الإقبال، قراءة المقالات، الاهتمام فيها من القراء بشكل عام؟ والله أنا شايفة حاليا أنه في اهتمام بالكتابة بالأدب بالمقالات، بس أكيد طبعا محتاج من الكاتب دائما أنه يعيش مع الأشخاص، يعني تحاول تكون كتاباته أقرب للواقع، بسيطة، يعني ما يحاول يأخذ القضايا الكبيرة أو القضايا الفضفاضة بمعنى أصح، يحاول أكثر أنه يكون أقرب للقارئ. لما القارئ يقرأ يحس أنه عنه، هو يكون يعني ايوه، يكون يعني عارف عنه اكثر. أكيد. او أكيد. صحيح. طب انت ايش الحالات اللي اكثر شيء بتحاولي انك تكتبي فيها؟ هل في حالات معينه نقدر نقول، يعني دائما الفنانين التشكيليين الرسامين في حالات معينه مثل ما بيقولوا بينزل عليهم الوحي، انت يعني من ايش تستلهمي افكارك، مواضيعك هذه اللي بتطرحيها في المقالات؟ يعني بصراحه في بعض الاوقات انا بكون مثلا عشت مشهد او عشت موقف صار معي حقيقي، وفي ساعات انه ممكن يكون انا حالتي النفسيه مو بالمود ابدا، او انا حالتي النفسيه يعني محتاجه تغيير، بكتب العكس. يعني بحاول اكتب، يعني انا في مقاله انا كتبتها كنت بحالتي النفسيه ما كانت احسن حاله، يعني بصراحه رادار السعاده معطل، حاولت اني ابحث عن اسباب السعاده البسيطه اللي هي موجوده حوالينا. بنهايه المقال حسيت بالسعاده فعلا،
يعني من كثر ما انا استرجعت السعاده وطرق انك انت تكون سعيد، واكتشفت انه في بالحياه كثير يعني، ومو فلسفه فعلا حقيقه، لو احنا ركزنا وقررنا نكون سعداء حنصير سعداء. فعلى حسب يعني، كمان في اوقات بكون موسيقى معينه استفزت عندي موضوع يعني طلع فجاه، اوقات كثير بحاول اني اتامل، اني اهدى شوي ركز. وبرجع بقول لك اكثر الاشياء بتكون من المشاهد. يعني في مشاهد بتمر بحياتنا بس انت ممكن تاخدي منها جزء معين يكون مو بالمشهد اصلا. أيوه. بس انت يجيكي يعني. أيه. ممتاز. إذن يعني عدة مواقف تمر فيكي ممكن أنك أنت تستلهمي أفكارك منها. ذكرتي قبل شوي أنك كتبتي مقالة بآخرها سعرتي بالسعادة. هل هذا الشيء يدل على أن فعلا الكتابة بتفرغ الطاقة السلبية الموجودة عندنا؟ يعني كثير بنسمع من حتى مطورين الذات أنه امسكوا ورقة وقلم واكتبوا مثلا أهدافكم، اكتبوا إيش أنتوا تشعروا فيه، اكتبوا يعني حاجات أو عبارات معينة تشعركم بالسعادة، هذا يحفز الذات على الإيجابية. صحيح. وعلى الشعور بالسعادة. صحيح. هل فعلا الكتابة بتساعد على هذا الأمر؟ أنا عندي قناعة تامة في الموضوع. الكتابة فيها طاقة فعليا وفيها تفريغ، يعني دائما بتشحنك الكتابة، بتعطيك طاقة كبيرة وبتحاول تمتص منك كل الطاقة السلبية بدون ما أنت تحسي. فأنا بالنسبة لي الكتابة حياة، حتى ممارستها، حتى لو أنت شخص مثلا ما نشرتي كتاباتك أو مو معروف، اكتبي لنفسك. يعني أنا من الأشخاص اللي كنت أكتب يومياتي، هي صحيح كانت درامية بس فادتني بالنهاية. لا بصراحة أنا من وجهة نظري الكتابة أروع وأفضل وسيلة لأنه الشخص يحافظ على الإيجابية اللي فيه. طيب كيف ممكن لأي كاتب أنه يقوي عنده حس الكتابة أكثر وينميها؟ أنا من وجهة نظري بصراحة القراءة. القراءة أولاً وأخيراً تمنحنا مفردات، بتجدد مفرداتنا، بتخلينا نعرف نصيغ الجمل والعبارات ونكون سلسين. حلو. يعني القراءة من وجهة نظري هي العمل الأساسي. نعم. وأيضاً ممارسة الكتابة، يعني مو بالضرورة تكون كاتب وتنشر زي ما قلت لك كتاباتك أساس أنك أنت تكتبي. أيوة. لا، أنت المفروض تكتبي وتمارسي الكتابة، لأنه أنا من وجهة نظري أول مقال كتبته حقيقي نشر. أيوة. أخذ مني فترة طويلة جدا. كم يعني هذه الفترة؟ يعني أخذت مني كفكرة ككتابة أخذت مني تقريبا أسبوع. الآن لو الفكرة موجودة سلس صارت الكتابة عندي بسيطة. فأنا من وجهة نظري دائما الممارسة، الشخص لازم ما يخلي إيده تعجز عن الكتابة، ما يخلي أفكاره تجمد، فدائما يكتبها على ورق، يستمر بالكتابة. طبعا حاليا ما في ورق، بس إنه يستمر بكتابة أفكاره ما يتوقف عنها. طيب وكيف ممكن يوصل أكثر للجمهور؟ يعني أسرع طريقة الآن برأيك للوصول إلى الجمهور إيش هي؟ كوسيلة أكيد منصات التواصل الاجتماعي لو حنحكي عنها كوسيلة، بس كطريقة بصراحة أنا من وجهة نظري إنك تعيش شغفهم، تكتب بقضاياهم، تحاول تكون أبسط. يعني المشاكل اليومية والمواقف اليومية، وإنك تكوني تكتبي بشكل طبيعي، مو ككاتب، مو كشخص عم بدافع عن قضية معينة. أنا من وجهة نظري يعني أكثر شيء القارئ ممكن يصير في بينه وبين الكاتب علاقة، أو يستمر بقراءة هذا الكاتب بعينه، إنه هو دائما بتحسي كأنه قاري أفكارك وكتب عنها، هو عم بيحكي عن الحياة بشكل عام. بس كلنا بنتشارك بنفس الهموم، وكلنا عنا نفس القضايا اللي بتشغلنا والمشاكل اليومية بتشغلنا ومواقف، مهما كان الشخص كاتب، مشهور، شخص طبيعي. حلو. طيب لو سألتك، أنت قبل شوي حكيتي عن القراءة وأنه هي بتنمي المهارات أكثر. أكيد. لدى الكاتب، أنت لمين بتقرأي أكثر شيء منها؟ أنا طبعا محمد صادق الرافعي، ويمكن أول كتاب قريته وحي القلم ومجدولين. نجيب محفوظ أكيد طبعا، مع حفظ الألقاب. جبران خليل جبران، ميخائيل نعمة، محمد حسن علوان، عبدو خال، في من الكتاب حتى الجدد أحمد مراد، محمد صادق، يوسف زيدان، ألكسندر دوماس، في كتير كتاب بصراحة. يعني أنا محتاجة أشوف مكتبتي لأشوف كل الكتاب اللي أنا بقراها، بس أنا مثل أي شخص بيحب القراءة أو قارئ أكيد في عمالقة لازم يكون بتعلق فيهم بأسلوبهم يعني. طيب لو سألتك مها، كيف تقيمي اليوم الحركة الثقافية
والمجال الأدبي، كيف بتلاقي اليوم؟ بصراحة طفرة، يعني أنا شايفة حركة الأدبية بتطور مستمر وسريع مهول. يعني أنا كل سنة بلاحظ، وأكيد الكل لاحظ، في كتاب وأسماء جدد ظهرت على الساحة ومبدعين. يعني كم من الـ من الـ من الكتب، وكم من الإصدارات، وكم من الأسماء الرائعة والمبدعة. يعني بعد فترة عمالقة معينين بالكتابة بتحسي إنه لا، ممكن يكون ما حيجي مثلهم. بس الآن في أفكار، في طريقة، في إبداع بصراحة رائع. يمكن بس شيء بسيط اللي بتمنى إنه يظهر، إنه يصير في مو بس مجال الرواية. الرواية بصراحة هي اللي أخذ السوق الأكبر، السوق الأدبي الأكبر بصراحة. محتاجين، يمكن لأنها الأقرب للقراء، يمكن لأنها أنا من الأشخاص اللي أعشق الرواية. الرواية ما أنا محتاجة منك إنك أنت تكوني بمود معين، إنك تكوني مركزة، إنك تتابعي تفاصيل، إنك تقري. لا، أنت ممكن تعدي وتفتحي الرواية وتقريها وتحسي بنوع من التسليم مثل الأفلام. فأنا بتمنى يكون في كتب وأنواع، نوعية كتب، مجالات متعددة. يعني ما نضطر مشان نبحث بموضوع معين نلجأ للأدب، للكتب الغربية أو للمجتمع الغربي، حتى نقدر يعني نوصل لمعلومات أو نقرأ فيها. يعني قصدك يكون في أي مجالات، في كل المجالات؟ يعني قصدك أنه إذا بحثنا نلاقي في الكتب العربية أكيد في نقص يعني في المعلومات؟ مو في نقص، بس مو بمستوى الرواية، مو بحجم الرواية. يعني الأدب، الفلسفة، سوري الفلسفة طبعا أكيد، الفلسفة، علم النفس، المجالات كتير، يعني مجالات كتير فيها، التاريخ، الدين، فيها شوي يعني مو تراجع، بس أنت لما تقارني بتشوفي لا، الإصدارات، يعني أنا ما رحت معرض الكتاب، أغلب الإصدارات روايات، دور النشر أغلبها الروايات. فأنا عن هذا قصدي، يعني إنه يعني يصير في اهتمام بالرواية وأيضا بالمجالات الأخرى وأنواع الكتابات الأخرى. نعم، كما ذكرت يعني في ما شاء الله أسماء كثيرة يعني صاعدة وبارزة، وفي أسماء ودها تدخل هذا المجال. اللي وده يدخل هذا المجال بإيش تنصحيه؟ إنه يستمر يكتب، حتى لو ما حصل على فرصة إنه ينشر، وإنه أكيد النشر هو اللي بتحمس أي كاتب إنه يستمر، بس يكتب، يستعد لهاللحظة، يكون عنده إمكانية وقدرة على التأمل، على مشاهدة المشهد والموضوع بتفاصيله، يتعمق فيه، يعرف يحلل، يقدر يكون متجرد تماماً ببعض المطارح، ومطارح أخرى يكون عاطفي جداً. يعني يعرف إيمت يكتب بعواطفه وإيمت يتجرد منها، يعرف يكتب بالمواضيع بتجرد تماماً عن رأيه أو عن مشاعره. حلو. طيب برأيك المثقف إيش نوع الدعم اللي بيحتاجه؟ المثقف محتاج إنه يكون في توسع بالافتتاح أو بتوفير المكاتب العامة، وثقافة استعارة الكتب. يعني من زمان كان في ثقافة استعارة الكتب، يعني أنا مو بالضرورة إني أشتري الكتاب حتى أقرأ. في كان هالثقافة وكانت جميلة جدا بصراحة. وأيضا إنه يصير في توسع أكثر بحركة ترجمة الكتب من اللغة الأجنبية إلى العربية والعكس. طب دور هيئة الأدب والترجمة في هذا المجال إيش دورها برأيك؟ إنه يكون في ترجمة أكثر للكتب الغربية للغة العربية، وأيضا كمان إنه إصداراتنا وكتابنا يترجم إلى اللغات الأخرى، لأنه بصراحة فخر. يعني في كتاب رائعين، وصار في كتير كتب صار في ترجمة فيها للغة الأجنبية، وكنت صراحة سعيدة جدا وفخورة. طيب مبادرة تطوير المكتبات اللي أطلقها سمو وزير الثقافة، إيش رأيك فيها هذه المبادرة؟ رائعة بصراحة، جدا رائعة ومشرفة. يعني حلو المثقف أو الشخص يتواجد بمكان فيه عديد من الفنون، ورش، موسيقى، سينما. يعني حتهيئنا وحنستعد لظهور جيل، لنشأة جيل محب للثقافة، متهذب جدا، محب للفنون. فأنا برأيي رائعة كانت المبادرة، رائعة جدا.
أكيد يشكر عليها طبعاً صاحب السمو الأمير بدر، يشكر عليها، فرحان على هذه المبادرة الرائعة، وفعلاً كما ذكرتي لأنه في كثيرين مهتمين بهذا المجال، وكما نشهد الحركة الثقافية أصبحت واسعة. صحيح. كيف برأيك يعني القراءة الآن أصبحت رافداً من طبعاً من روافد الثقافة والفكر وتنمية وتطوير المجتمعات، برأيك كيف ممكن نغرس ثقافة حب القراءة لدى الأطفال في هذا العصر اللي التقنية غزته بشكل كبير؟ الأسرة. أنا دائماً عندي قناعة أن الأسرة هي المسؤولة وهي اللي ممكن تنشئ جيل قارئ ومثقف. أنا من تجربتي أنا نشأت بأسرة محبة جداً للقراءة. المكان الجلوس والصالة اللي احنا كنا نجلس فيها ونقضي فيها أكثر وقت كانت عبارة عن مكتبة وداخلها في تلفزيون، فكانت هذا الشيء خلى فيه بيني وبين الكتب دائماً علاقة. وإضافة لهالشيء الأهل أو الأسرة ما يحاولوا يوجهوا أطفالهم للقراءة ببعض المواضيع ويخليهم يبتعدوا عن مواضيع أخرى. مش نظري الحرية اختيار الكتاب اللي أنا حقرأ حتنمي عندي شخصية وحتخليني محب للقراءة. طبعاً في بعض الأسر وبدون من غير قصد بيوجهوا الأطفال لبعض الكتب اللي بتزرع فيهم مبادئ. أنا من وجهة نظري خلي الطفل على راحته، هو أكيد يعني أكيد طبعاً حيكون في رقابة بس ما يكون في أسر وما يكون في توجيه، أنت لازم تقرأ للأشخاص معينين لمواضيع معينة. أنا هذا من وجهة نظري بصراحة الأهم أنه ننشئ جيل مثقف وقارئ. ونقدر كمان الأطفال يعني بالتطبيقات الموجودة، في تطبيقات كثيرة الآن مثلاً اليوتيوب مثلاً في قصص وكذا أو قراءات، يقدروا كمان يستعينوا فيها الأهل، ولا إيش رأيك؟ أكيد، بس أنا من وجهة نظري يمكن أنا مع حركة أنه صارت الكتب متواجدة على الإنترنت وضد خلتنا نفقد نكهة أو حالة القراءة. يعني أنا لهلأ بصراحة مسكت الكتاب نفسه، مسكت في كتاب تنشئ بينك وبين الكتاب أو بينك وبين الكاتب علاقة. على الإنترنت أنا بحسها لما بقرأ إلكتروني بحس أني أنا فقدت هذا الشيء. وأنا بحب ثقافة أنك أنت تفتح كتاب وتقري. يعني من وجهة نظري أكيد في ناس بفضلوا الكتب الإلكترونية وفي ناس أخرى لا بتفضل إنه الكتب الورقية. أنا حتى لو في نوعين بتمنى إنه ما تندثر ثقافة الكتب الورقية بصراحة. أكيد نتمنى هذا الشيء. كلمة أخيرة لمين حابة توجهيها من منبر سيدتي؟ أكيد سيدتي، بشكرهم على استضافتهم وشكرا لكل اللي داعميني يعطيك العافية. الله يعافيك. احنا سعيدين، سعدنا بلقائك اليوم. انا جدا سعيدة بسيدتي وفخورة فيها، يعني عندي فخر اني انا احد كتاب سيدتي. يعطيك الف عافية. الله يعافيك. بهذا متابعينا نكون انتهينا من هذا الحوار الشيق مع الكاتبة مها الاحمد، نلقاكم في لقاء اخر بمشيئة الرحمن.